هو هاد السيد وقع له هاد الحاله هذه اللي وقعت ليه كان في المدينه وقعت ليه هاد الحاله هذه، ضرب شي ضربه واثرت ليه على رجله وقع لي هاد المرض هذا وحيدوا لي رجله، تقطعت لي رجله من هنا من جيت سميتو. وهذه هي الحاله ديالو مده هذه، وحنا معذبين معاه مده هذه، مده هذه دابا راه شي مده 5 سنين دابا وحنا معذبين معاه بحال ما هكا في هذه الحاله هذه، ولا ليه ضغط نفسي ولا ليه شحال ديال المشاكل. فمن ناحيه العنايه ديالو هذه صعيبه علينا شويه والوقت ناقصه، فهمتي؟ الظروف صعبه في العيش، ما كاين لا شي مدخول لا خدمه لا والو هنا على قد الوقت، يعني بنادم الله تيتكافى مع الوقت وداك الشيء باش تعالج انسان ما عندكش باش تعالج والو غالب الله. مد ملي ضربوا مشى للسويسي وهداك الشيء ما بقى مليوح تما، كاين ما كاينش اللي يسول فيه، فهمتي؟ مده ديال الشهر هو تما، كاين ناس ما كاينش اللي يسول فيه ما والو. تنطالبوا من المحسنين باش يعاونونا على هذا السيد هذا باش نعتنيو به، فهمتي؟ ما حني مسكين وما حن راسو وما حن كلشي، والحاله ضعيفه راه الله اللي تيعلم، خاصو سكينه خاصو مصاريف خاصو شحال من حاجه. الله اللي غالب ما عندنا ما نديرو. مسكين ملي عطاو ليا قال لي دير انا جيتو، قال لك دويناه رحنا جنا اش غادي شي ثاني نقاسيو معاه اش غادي نديرو. يتيم مسكين مع دولا هذا اخوتو راه كله فيها موك، اش غادي دير؟ هادشي اللي قدر الله. وملي جيت وانا ملي عطاوه ليا في السويسي جيتو تنعاني معاه، خاصك ماكلته وخاصو شراب وخاصو دواء خاصو السكنه، ما عندوش عندنا عندي بيت واحد راه شوفيك، وخرجنا هنا بغينا عند الصو ما خليناش عند الصو، وع بيت واحد اللي عندنا خوتو راه كله وبيتو، وانا راه مع المرا ترقد عنا بالمرح ما عندي زعما، خاصك الجهد باش تبني باش ايوا الله يحسن العوار. هذا نطلبوا زعما المحسنين يعاونونا عليه، ماشي زعما لا يجازي بخير ولا يدير ماشي ما مولفين شي بي واش كتبوا علينا الله، ما عندنا ما ندير ما عندنا ما نديرو الشيء اللي كتبوا علينا ربي. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.